بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس السابع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم في الأبواب السابقة تحذير من الكذب، وفي هذا الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة. من ذلك أنه يمحق البركة في البيع والشراء، فإذا دخل الكذب في البيع والشراء فإنه يمحق بركته. ولا شك أن مقصود الناس من البيع والشراء هو استثمار الأموال، تنمية الأموال، والأموال إنما تنمو بالبركة من الله سبحانه وتعالى، ليس نمو الأموال بالكثرة، قد تكون كثرة لكنها قلة إذا محقت بركتها، قد تكون قليلة وتكون كثيرة بالبركة. فتنمية المال إنما تكون بالبركة ولو كان قليلا، فإن القليل المبارك فيه كثير، والكثير الذي ليس فيه بركة لا شيء أو قليل. الواجب التنبه لهذا. قد يكذب بعض الناس ليروج سلعة ويخدع ليربح، ولكن هذا بالحقيقة مسح لبركة ماله، ويصبح تعبا بلا فائدة. نعم. عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم، هذا الحديث واضح في أن الصدق بالمعاملة يسبب البركة في الكسب. قال: البيعان أي البائع والمشتري بالخيار، أي خيار المجلس بين الإمضاء أو الفصل، ما دام في المجلس هذا يسمى خيار المجلس. ما لم يتفرق يعني من المجلس، فإذا تفرق لزم البيع. فإن صدق في بيعهما، البائع صدق في السلعة ولم يكتم عيوبها ولم يكذب في سعرها، والمشتري صدق في الثمن فلم يخفي فيه عيبا، فإن الله يبارك في بيعهما، ينزل فيه البركة والنمو والزيادة. جزاء على الصدق، هذا جزاء على الصدق. وإن كذب، كذب البائع أو كذب المشتري،
كذب البائع على المشتري أو كذب المشتري على البائع، فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فإنه مطلع على الكذب ويمحق بركة بيعهما، يصبح مالا ممحوق البركة. وإذا محقت بركة المال لم ينتفع به صاحبه، تصدق لم يقبل منه، وإن أكل منه تغذى بالحرام، وإن تركه للورثة حوجب عنه يوم القيامة، صار زاده إلى النار كما في الحديث. فهذا فيه، هذا الحديث فيه التحذير من الكذب في المعاملات والحث على الصدق فيهما. ويجب أن يعلن هذا للتجار والأصحاب المحلات المعارض، أن يعلن لهما هذا، لا يكون هذا الحديث مخفيا في الكتب أو في صدور طلبة العلم ولا يدري عنه التجار، بل يجب أن يبلغ هذا. ويجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يذهبوا إلى الأسواق وإلى المجمعات التجارية، وأن يعلنوا للناس إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكونوا على بينة. لكن أغلب الدعاة كلما يذهبون إلى المساجد فقط أو إلى المدارس، هذا شيء طيب، ولكن يغفلون عن المحلات الأخرى التي هي بحاجة إلى الدعوة إلى الله وإلى إرشاد الناس. وكان علماء نجد إلى عهد قريب، إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كانوا يعقدون درسا في السوق، يعقدون درسا في السوق في أثناء الأسبوع، يتكلمون على أحكام المعاملات ونصيحة الناس فيها. والآن اختفت هذه الخصلة الطيبة، فيجب أن تعاد وأن تحيا، وأن الدعاة يذهبون إلى الأسواق وإلى مجمعات التجارية، وأن يرشد الناس، يكون فيها مكبرات صوت ومجلس للواعظ والمرشد والمفتي، لأنه بحاجة أيضا إلى من يفتيهم حتى تكون معاملات المسلمين نزيهة واضحة، ولا يحتجون يقولون ما دللنا ما درينا، وتكون العهدة على طلبة العلم وعلى الدعاة. نعم. قال النبي جل رضي الله تعالى عنه مرفوعا: البيعان بالثياب ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا تورك عنهما في بيعهما، واجتنبا وحسما حفظت بركة بيعهما. هذا الحديث فيه فائدتان: الأولى ثبوت خيار المجلس، فإذا تعاقد على البيع فلا لكل واحد منهم الخيار، خيار المجلس إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم. وثانيا فيه الأمر بالصدق في المعاملة والنهي عن الكذب. ثالثا فيه فائدة الصدق في المعاملة ومضرة الكذب في المعاملة. نعم. بعض التجار وبعض أصحاب المحلات
يعتبرون الخديعة للناس ويعتبرون الكتمان على الناس أنه من أنه يكون من الحلق في البيع والشراء، وهذا غلط كبير. هذا ليس من الحلق، هذا من الغش الخديعة. فعندهم الذي يصدق هذا يعتبرونه مغفلا الآن، الذي يصدق يقولون هذا مغفل، وأما الذي يكذب ويخدع هذا حادث في البيع والشراء. هذه المصيبة الآن. نعم. ورحمه الله تعالى: باب من تكلم ولم يرى شيئا. كذلك من الكذب الشديد الإذن الكذب في الرؤيا. الرؤيا حق، الرؤيا حق، وهي جزء من النبوة، من 46 جزءا من النبوة، وكان أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به من النبوة الوحي. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة الرؤيا، فلا يرى رؤيا إلا أصبحت مثل فلاق الصبح عليه الصلاة والسلام. الرؤيا الصادقة، الرؤيا حق، وإما أن تكون رؤيا خير وإما أن تكون رؤيا شر. فلا يجوز للإنسان أن يكذب فيها، لأنه يخبر عن الله، لأن الرؤيا الحق من الله جل وعلا. الرؤيا الحق الله أراه إياها، فإذا قال رأيت كذا فهو يكذب على الله، أن الله أراه كذا والله لم يره، الله لم يره هذا. فلذلك يكلف يوم القيامة عقوبة له أن يعمل المستحيل، أو العقد بين حبتي شعير. ولا يمكن هذا، ما يمكن تعقد حبتين من الشعير بعضهما ببعض كما تعقد الحبل، هذا مستحيل. لكنه يعذب ويكلف المستحيل والعياذ بالله عقوبة له، عقوبة له. فهذا فيه التحذير من الكذب في الرؤيا، أن الإنسان لا يكذب ويقول رأيت كذا وكذا في المنام وهو كذاب. نعم. وقال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من تكلم بكل لم يره خلف ان يعقد بين الحيرتين ولم يفعل. تحلم يعني تكلف الحلم، تحلم ادعى الحلم وهو لم يقع، يكون قد كذب على الله عز وجل، فإنه كلف بالمستحيل عقوبة له، يعني يعقد بين شعيرتين، مثل ما يكلف المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها تعذيبا له، وليس بنافق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس بنافق، لأن يعني النفخ الروحي إنما هو من خصائص الله جل وعلا. وكذلك العقد بين شعيرتين هذا من المستحيل، لا يمكن، ليس بعاقل. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر مرض القلب وموته. نعم، المرض القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب هو ملك الأعضاء، والجوارح والأعضاء كلها كالخدم له، ومنافذ، منافذ السمع والبصر منافذ إلى القلب، إما أن تدخل إليه الخير أو تدخل إليه الشر، منافذ للقلب. كذلك المآكل والمشارب تؤثر على القلوب، إن كانت طيبة أثرت في القلوب تأثيرا طيبا، وإن كانت سيئة أثرت على القلب تأثيرا سيئا،
ولهذا جاءت هذه الكلمة في آخر حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال يصفي القلب ويطيبه ويعينه على مخافة الله عز وجل، ويعينه على التفقه والتدبر والتذكر، غذاء طيب. وأما إن كان الغذاء خبيثا فإنه يؤثر على القلب، إذا كان منه غذاء من الحرام أو من المشتبه الذي لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام، فإنه يغذي تغذية سيئة يتأثر بها القلب. وكذلك الكذب، الكذب يؤثر على القلب، فإذا كذب ينكث في القلب نكتة سوداء، إذا كذب زادت هذه النكتة حتى تغطي على القلب كله ويصبح أسود العياذ بالله. والقلب يمرض ويموت ويقسو، له آفات، يمرض في قلوبهم مرض، مرض قلبي ما هو مرض جسمي، القلب يمرض مرضا معنويا، وقد يمرض مرضا عضويا، هذا يعالج عند الأطباء، المرض العضوي يعالج عند الأطباء، لكن المرض المعنوي هذا يعالج بالتوبة الاستغفار وذكر الله عز وجل، هذا علاجه. فتحاجوا عند أهلك الأطباء ما شوف أبدا، لأن مرضه ما هو عضوي، مرضه معنوي، هو أشد من العضو. والقلب يمرض ثم يزيد عليه المرض حتى يموت أو يقسو، وما قست قلوبكم ما لذلك كالحجارة أو أشد قسوة. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يقسو القلب والعياذ بالله. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي كما في الحديث. ويختم عليه، يختم عليه بخاتم فلا ينفذ إليه خير، وهذا في قلوب الكفار. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى أبصار، ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ختم الله ومن الناس وإن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، لأنهم لما لم يقبلوا الدعوة، لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم ولم يقبلوا، ختم الله على قلوبهم فصارت لا تقبل خيرا ولا يصل إليها نور، بسبب أنهم رفضوا الحق. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالقلب يختم عليه ويطبع عليه، يطبع عليه ويغطى بالران، بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الإثم والمعاصي، فإنها رانت على قلوبهم غطتها. ويغفل عليه أم على قلوب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أشد شيء الإقفال عليها والعياذ بالله. وهذه الأمور، هذه أنواع من مرض القلب، أنواع متنوعة بعضها أشد من بعض، وسببها كسب العباد، سببها كسب العباد. فإذا أردت أن يصلح قلبك فعليك بالأعمال الصالحة،
عليك بالتوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن تستفيد من قلبك فعليك بذكر الله، ذكر الله بالصلاة بالصيام بالعبادة بتلاوة القرآن بسماع المواعظ، كله ذكر، كله ذكر يصلح الله به القلب. كل من الحلال واترك الحرام إلى غير ذلك من الأمور. فصلاح القلب له أسباب يفعلها الإنسان، وخراب القلب له أسباب يفعلها الإنسان. فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب. إذا صلحت صلح الجسد، خذ بأسباب صلاح القلب واترك أسباب فساد القلب. لكن قل من يتنبه لهذا، قل من يتنبه لقلبه إلا من رحم الله عز وجل. فهذا موقف عظيم، يجب على المسلم أنه يهتم بقلبه ويبعد عنه ما يؤثر عليه من أنواع المعاصي القولية والفعلية والعقائد الباطلة والشكوك والأوهام. جنب كل هذه الأمور ويستمع إلى كلام الله وكلام رسوله، يستمع إلى الذكر، يحضر مجالس الذكر، يصغي يستفيد حتى يحيا قلبه. أما الغفلة فإنه يغفل صاحبها ويختم على قلبه، لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. دل على أن ترك صلاة الجمعة أنه يسبب الختم على القلب متعمدا، تركها متعمدا. نعم. وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا بالمنافقين لما ذكر الكفار، لأن الله جل وعلا في مطلع سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء تقبلوا القرآن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. الصنف الثاني الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهرا وباطنا. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم الآية. الصنف الثالث قوم أطاعوا في الظاهر لكنهم عصوا في الباطن وهم المنافقون. أعلنوا الإسلام في الظاهر وأبطنوا الكفر في قلوبهم لأجل المخادعة، علشان أنهم من جار هذول مسلمون ويعيشون مع المسلمين ويريدون عرض الدنيا فقط. فهم قبلوا الإسلام ظاهرا ورفضوه باطلا، هذا هو النفاق والعياذ بالله، النفاق الأكبر، نفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهم تحت الصنف الذي قبلهم وهم الكفار في النار في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، هذا هو السبب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم لما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان وهم غير صادقين. ثم ذكر الآيات، ذكر بالمنافقين 17 آية في هذه السورة، ذكر فيها من صفاتهم القبيحة مما يدل على خطر النفاق والعياذ بالله، وهو ناشئ عن مرض في القلب، في قلوبهم مرض، ما هو مرض عضوي، يمكنه من أصح الناس قلبا من جهة العضوية، لكنه مريض معنوي، مرض الشك والكفر والنفاق، وهذا أشد من مرض العضو. نعم. وقولهم لئن لم ينتهوا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ذبحوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. نعم، هذا من سورة الأحزاب، ما ذكر الله قصة الأحزاب وما انتهت إليه من نصر المسلمين بعد ما جرى على المسلمين من الشدة والكربة، فرج الله عنهم ونصرهم ورد عدوهم من غير قتال، ولم ينل عدوهم خيرا، والذي هزمهم هو الله جل وعلا، أرسل عليهم ملائكة وأرسل عليهم ريحا كفت فجورهم وقلعت خيامهم وحصبتهم الحصبة، معها رعب، أصابهم الرعب فأسرعوا إلى الرحيل، أسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. في المدينة منافقون شايعوا الأحزاب وفرحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شايعوا الأحزاب وتكلموا وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا الرجل يدعو أننا سنفتح فارس والروم، والآن أحدنا ما يستطيع يذهب ليتبول إلا ومعه حرس، يقولون كذا يعني يسخرون من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أخباره أنه يفتح فارس والروم يستولي على أموال الناس وبلاد الناس، وهو الآن ما نستطيع أننا نتبول من الخوف، يقولون يرجفون هذا الإرجاف، يرجفون هذه المدينة، هذا هو الإرجاف، فهم في قلوبهم مرض وفي قلوبهم شك ويرجفون بالناس، عندما يحصل شدة أو يحصل كربة على المسلمين يفرحون بها ويرجفون بالناس، يقول هذا دليل على كذب هذا الرجل فيما يقول، أنتم اللي ورثتم أنفسكم معه إلى آخره، ولكن الله جل وعلا فضحهم وأخزاهم وتوعدهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون بالمدينة، يشيعون الشائعات من أجل إرجاف المسلمين وتخويف المسلمين، يكذبون الأكاذيب، فإن لم ينتهوا عن هذا فإن الله يسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجاورونه في المدينة، تطردهم من المدينة بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أي مطرودين من رحمة الله عز وجل، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، الأمم الكافرة السابقة محقهم الله وأهلكهم، فهؤلاء مثلهم إن لم يتوبوا وينتهوا، تهديد، هذا تهديد من الله جل وعلا،
فالحاصل أن مرض القلب خطير وينشأ عنه هذه الآثار القبيحة، الإرجاف، التخويف للناس، نشر الشائعات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا سمعوا شائعة أو خبرا طاروا به فرحا وأشعوا بين الناس دون تثبت ودون لأجل أن يفرقوا بين المسلمين ويؤثروا على ضعاف الإيمان ويصدوا من يريد دخول في الإسلام، هذا قصدهم. الله جل وعلا هددهم وتوعدهم، والسبب في هذا مرض قلوبهم، في قلوبهم مرض هو السبب، سبب لهم كل هذه الإفرازات الخبيثة هو المرض الذي في قلوبهم، نسأل الله العافية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نفسة سوداء في قلبه. هذا بيان لسبب آخر من أسباب مرض القلب وهو السيئات والذنوب. نعم. الإنسان وزر واستعمل قبل قلبه وإن زادت حتى تره قلبا فذلك الله الذي قال الله تعالى به كلا بل راد على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من أسباب مرض القلب وقسوته وموته إلى آخر الآفات القلبية أسباب ذلك الذنوب. فإذا أذنب العبد نكت في قلبه النكتة سوداء، القلب أبيض، الأصل أنه أبيض نظيف، فإذا أذنب هذا المؤمن قلبه نظيف أبيض، لكنه إذا أذنب هذا المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النفس حتى تغطي قلبه، فذلكم الرام الذي قال الله جل وعلا فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي، ما كانوا يكسبون من المعاصي والسيئات. أما إذا تاب ما أحد معصوم من الذنب، ما أحد معصوم، كلكم خطأ، خير الخطائين التوابون، ما أحد معصوم إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما عصموا به، وإلا كل الناس عرضة للخطأ. فالمؤمن إذا تاب الله عليه وذهبت هذه النكتة، انغسلت في التوبة وعاد القلب أبيض كما كان، عاد القلب أبيض، فهذا مما يحث المسلم على المبادرة إلى التوبة لأجل أن يصفو قلبه مما أصابه ولا يتساهل بالذنوب أو يقول هذا شيء سهل، الناس عندهم أكبر من هذا أو ما أشبه ذلك، أو إن شاء الله بتوب بعدين، بعض الناس يعطي نفسه المهنة يقول بتوب بعدين، لأن الشيطان يسول له هذا، فلا الإنسان ما يؤجل التوبة بل يبادر بها حتى ينظف قلبه من هذه الآفة. فهذا فيه خطر الذنوب على القلب، وفيه أن علاج ذلك إنما هو بالتوبة إلى الله عز وجل، إنما هو بالتوبة
المرض العضوي تعالجه عند الأطباء بالعمليات أو بما يعرفون من الدواء، لكن المرض المعنوي أنت تعالجه، ميسر العلاج، ميسر أنت تعالجه بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا يحتاج ترجت وتنفق أموال ويمكن تنجح أو ما تنجح، ما يحتاج هذا. كلمة واحدة تقولها بالصدق تجلو قلبك، أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه بصدق وتجلو قلبك، ولا تحتاج دراهم ولا ترهيد بالمستشفى ولا تخدير ولا شيء. نعم. وقال الأعمش قال مجاهد في يده قال كانوا يرون أن القلب به لا يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبه ظن منه وقال لأصبغه بالخنصر هكذا، فإذا أذنب ظن وقال لأصبغه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ظن وقال لأصبغ آخر هكذا، حتى ظن أصابعه كلها، قال ثم يطبع عليه بصابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الله. هذا الأثر يفسر الحديث الذي قبله، يفسر الحديث الذي قبله بالمثال، فكل ما أذنب العبد انطبق أصبع من أصابع اليد حتى تتكامل خمسة الأصابع، أراهم المثال بكفه، أراهم المثال المحسوس بكفه، وهذا من ضرب الأمثال التي تقرب المعاني، من ضرب الأمثال التي تقرب المعاني. كيف يغشى الران على القلب؟ كل ما أذنب ذنبه وبسط كفه ثم أخذ يقبض كل أصبع حتى تكاملت الخمسة، كذلك الذنوب تتوارد على القلب، تتوارد على القلب وتغطي كل ذنب، يغطي جزءا منه كما يغطي الأصبع جزءا من الكف، حتى إذا تكاملت الخمسة تغطى الكف كله، كذلك القلب تكامل غطاؤه، فيكون هذا هو الران، وهو الطابع على القلب والعياذ بالله. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة، أربعة أنواع يعني. نعم. قلب أجرد فيه مثل الجيران يذهل، وقلب أجرد، أجرد ممنوع من الصر على العلمية ووزن وزن أفعل، فيه مثل السراج، أجرد يعني أبيض، هذا الأصل في قلب المؤمن إنه أبيض، وفيه مثل السراج نور من الله جل وعلا، وهذا كما في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فهذا قلب المؤمن، هذا مثال لنور الله في قلب المؤمن، كمشكات وهي الفتحة التي في الجدار فيها مصباح مولع، مصباح مولع، لأن المصباح لما يكون في قوة فإنها تجمع النور، تجمع النور، يكون النور أقوى، أما لو كان السراج في الفضاء يتبدد نوره، لكن إذا جعل في قوة أو فتحة من الجدار يجتمع نوره ويكون أقوى، فقلب المؤمن في قدره مثل المصباح في القوة أو في المشكاة،
مثلا ويك ومشكاك فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذا أصفى للنوع أيضا. إذا كان المصباح داخل زجاجة يجتمع نور المشكات، نور المصباح ونور المشكات ونور الزجاجة، يكون النور أقوى. الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة إلى آخر الآية. فهذا مثل نور الله في قلب المؤمن، وهو النور المخلوق، لأن النور على قسمين: نور المخلوق وهو نور الإيمان، ونور الشمس والقمر والنجوم، هذا نور مخلوق، ونور الكهرباء ونور المصابيح نور مخلوق، ونور هو صفة من صفات الله، نور وجهه سبحانه وتعالى على صفة من صفاته، ومن أسمائه النور، ووصفه النور، وكلامه نور، ووحيه نور. نعم. وقلب أرجل مربوط بعناد. نعم، قلب أجرد فيه مثل السرائج يزهر، هذا قلب المؤمن فيه الإيمان، السرائج يعني الإيمان. نعم. وقلب أرجل مربوط بعناد، هذا النوع الثاني، قلب أغلى يعني عليه غلاف، وله غلاف مفتوح، غلاف مربوط، والعياذ بالله غلاف مربوط على القلب، هذا قلب من؟ نعم. فهذا اقرأ. وقلب أغلى مربوط بغلاف، وقلب منفوس. نعم، القلب المنفوس هذا قلب المنافق، والقلب الأغلف هذا قلب الكافر، القلب الكافر، فهي أربعة أنواع. قلب المؤمن أجرد ما عليه أي أذى أو أي شيء، فيه مثل السراج، وقلب أغلف مربوط بالله وهذا قلب الكافر، هذا قلب الكافر. قالت اليهود قلوبنا غلف، يعني ما نسمع لك يا محمد لأن قلوبنا مغلقة، ما نسمع لك، قلوبنا غلف فلا يصل إليها الكلام، وهم يكذبون. الله جل وعلا ما أغلفها عن قبول الوحي، لكن هم اللي أغلفوها، هم الذين أغلفوها عن قبول الخير. قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بكفرهم يعني منهم هم. أما الله جل وعلا فلو أنهم استجابوا لرسوله صلى الله عليه وسلم لا أكرمهم، ولكنهم هم الذين تشبهوا في إغلاق قلوبهم، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، هذا قلب الكافر. القلب الثالث قلب منكوس، وهو قلب المنافق، لأنه عرف الحق ثم رفضه، انتكس يعني. المنكوس يعني انتكس، لأنه عرف الحق ولكنه رفضه. أما الكافر هو ما أراد الحق، الكافر أصلا ما أراد الحق ولم يقبله ولم يلتفت له. نعم. وقلب مصفح، قلب مصفح، نعم يأتي تفسيره. نعم، رابع المصفح. نعم، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فازدراجه في نور، وأما القلب الأجرد فقلب الكافر، وأما القلب المنفوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر. المنافق الخالص يخرج المنافق النفاق العملي الأصغر، النفاق الأصغر، النفاق العملي، هذا يكون من المؤمن، يكون منه نفاق. وأما الخالص هذا ليس فيه إيمان أصلا، وهذا النفاق الاعتقادي. نعم.
نعم، هذا النفاق الأصغر والنفاق العالمي. النفاق على قسمين، النفاق الاعتقادي هذا قلبه منكوس، والعياذ قلبه منكوس رأسه على عقبه لأنه عرف الحق فتركه. القلب المصفح هذا قلب المؤمن الذي عنده نفاق، عند بعض صفات النفاق فهو نفاق عملي، فهو على حسب ما يغلب عليه. إن غلب عليه الخير سلم، وإن غلب عليه الشر على حسب ما يغلب عليه من المادتين. نعم. ومثل الإيمان به كمثل البقر يمسها الماء الطيب، ومثل النفاق به كمثل الحرة يمسها الخيط والدم، فأي الماستين غلبت على الأخرى غلبت عليه. نعم، هذا قلب المنافق النفاق العملي، وهو المؤمن الذي فيه نفاق، وهذا هو الخطير. النفاق الأكبر هذا المؤمن ما يدخل فيه، لكن الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه هو النفاق الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم، ألا أخبركم بأخوف ما هو بأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا نفاق خفي ويقع من بعض المؤمنين وهو خطير جدا، ولكن حسب ما يغلب عليه. إن كان الإيمان غلب عليه صار من أهل الإيمان، وإن كان غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق، فهذا دليل على أن النفاق العملي يجر إلى النفاق الاعتقادي، يدل على خطر.